يلا ابدأي ابدأي يلا ابدأي فوز ابدأ جيب عليا يعني. يا جماعة فزاع واقف هناك اهو، انا مش خايف منه ولا حاجة عشان دلوقتي انا بقى قلبي جامد وخفت من فزاع. فزاع ده كان بس يالا فزاع اهو جنبي، فزاع جنب اهو يا جماعه مش خايف منه، فزاع اهو لازم يا جماعه خاف من الكلب، عشان الكلب بيبقى شخصيتك جامده على الكلب، عشان الكلب هو انت كسبت كده شخصيتك جامده وخاف منه، الكلب هو هو اللي يفوت عليك وكده يعضك. الكلب لازم يا جماعه انا اقول لك انواع الرد، الرد تبقى نحيل معاها وبقعد معاها وبقعد معاها، الرد حبك خالص انت عملت كده يبقى اجدح كلب هو الرد، الرد اجدح كلب وباي هو انت في كده كلك وبعيد. لا يا ما تخافش هو بياكل والله ما هو مركز معاك اساسا. بصوا يا جماعه المنظر ده فزاع اللي احنا كنا شايفينه كلب. لا دي كانت مين دي؟ قولكوا انواع الكلاب، روت وجيرمان وبوتبول. ولا بس يلا روت وجيرمان وبوتبول. روت ورد 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 ايه ورد وبوتبول وهاسكي وبلاك توت. بلاك توت 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 توت. وقفل الحلقة دي، الحلقة دي عشان كانت مع فزاع النهاردة وهم مش كل الحلقة دي كانت معاك. ايه اترفت ليه قولي يا سيبك اخاف اخاف شو انت بقيت الخاف اهو. لا انا موسع لهم السكة عشان ياكلوا. وسعت اترفت ليه من النوم؟ انا ما اخافش من الكلاب. اترفت ليه من النوم؟ لا وانا جبانة زيك؟ انا مش جبانة زيك. انا مش جبانة الحمد لله. وانا مش جبانة زيك. انا قلت بقيت اخش على فزاع. لا يا حبيبي انا مش جبانة زيك. وباي اوعى انسى الكلام كله. طب ايه قص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.